ينضم إلينا الآن زميل عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية في العاصمة اليونانية أثينا. صباح الخير عبد الستار. يعني لدينا أكثر من ملف سنتناوله معك اليوم، بداية لو تطلعنا على آخر تفاصيل حرائق الغابات في اليونان. نعم، صباح الخير محمد، وصباح الخير شيرين، وصباح الخير على السادة المشاهدين. بالنسبة للحرائق محمد، لا تزال الحرائق مشتعلة في ثلاث أماكن رئيسية في اليونان. وفقا لإدارة الإطفاء، يوجد حاليا حوالي 105 حريق مشتعل، وخلال ال 24 ساعة الأخيرة كان هناك 46 حريق جديد بسبب الرياح الشديدة، ويتم السيطرة طبعا على الحرائق الجديدة بسرعة كبيرة، ولكن يوجد منها ما يخرج عن السيطرة. وبحسب إدارة الأطفاء فإن الجبهة الرئيسية لحريق إيفروس اللي هي شمال البلاد اندلعت فيها يعني أثناء الليل يعني حرائق كثيرة جدا، وخاصة في الغابات دادية التي عثر فيها على حوالي 18 مهاجر أجنبي، مهاجر غير شرعي. إذن الحريق الذي اندلع أيضا صباح أمس بسبب البرق في جزيرة أندروس ما زال مستمر، أيضا في برنثة التي تعتبر على أطراف أثينا أو تقع على أطراف أثينا وبالتحديد شمال شرقية أثينا، يعني اندلعت بعض الحرائق بالليل أثناء الليل خاصة على الجانب الجنوبي منها. وهناك يعني تعمل حاليا طائرتان هليكوبتر منذ الصباح. أشير محمد إلى أن هذه الحرائق بالرغم أنها يتم إطفائها، ولكن بعد وقت يعني بعد يوم أو اثنين أو ثلاثة بسبب الرياح يعني تشتعل مرة أخرى. الحرائق تحسنت بعد ظهر أمس في منطقة اللي هي اسمها فيوتيا في وسط اليونان، ولكن خطر الحرائق لا يزال مرتفع في العديد من المناطق في البلاد. وموظفو الإطفاء بالأقاليم في حالة تأهب عام من أجل التعامل مع يعني الطلبات المتزايدة. أريد الإشارة أيضا إلى أن هناك تعزيزات من دول أوروبية عدة مدعومة بأسطول من الطائرات والمروحيات اللي بتقوم بإسقاط يعني أطنان كثيرة جدا من المياه على الجبال والتلال والمناطق المنحدرة التي لا تستطيع قوات الحماية المدنية على الأرض الوصول إليها. أشير محمد إلى أن الحريق في إقليم إيفروس شمال البلاد يعني هو شب في أحد أكبر حرائق أكبر الغابات في الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، وأدى إلى تدمير مساحات كبيرة جدا وإحراق منازل وسيارات ومصانع ومخازن يعني وتم إخلاء العديد من القرى في هذه المنطقة. طبعا أشير إلى أن لتصريح وزير الحماية المدنية في الفترة الأخيرة، وأن اللي قال أن الحرائق دي بتبقى وراءها أيادي خفية، وقال إن منذ الأول من مايو وحتى اليوم تم توقيف 146 متهم، 119 بتهمة الحرق بالإهمال و27 بتهمة الحرق العمد، ودول بيتقدموا للعدالة وسوف يتم محاكمتهم. طبعا في ناس بيعتقلوها من قبل الشرطة، وناس بيتم اعتقالها من قبل إدارة الإطفاء اليونانية. نعم عبد الستار، هناك ملف دائما يعني أنت تطلعنا على آخر تفاصيله، ملف المهاجرين غير الشرعيين، خاصة في ظل تزايد أعداد الوافدين منهم إلى اليونان في الفترة الأخيرة. نعم شيرين، موجة كبيرة من أفواج المهاجرين غير الشرعيين تشهدها الحدود اليونانية في الآونة الأخيرة، سواء عن طريق البر أو عن طريق البحر. الأعداد تثير الهلع، حيث تشير يعني المنظمات الدولية والتقارير أن في كل يوم يحاول يعني حوالي 900 مهاجر غير شرعي تقريبا يحاولون دخول اليونان، وهذا ما حدث تحديدا في الفترة من 14 ل 17 أغسطس من هذا الشهر. الشرطة اليونانية سمحت بدخول حوالي 2800 شخص في هذه الفترة، ولكن البيانات منذ بداية الصيف كانت تشير إلى أن الجزر اليونانية والحدود البرية ستشهد يعني ضغوطا كبيرة، وهذا حصل بالفعل.
حيث أن القوارب تصل يوميا إلى السواحل اليونانية، قوارب مليئة بالمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين، بينما يحاول عشرات المهاجرين أو المئات الدخول من خلال حدود يعني إيفرو، ومن خلال الغابات، من خلال الحدود البرية، ومما يجعل السلطات اليونانية على أهبة الاستعداد. نشير إلى أن 18 شخص عثر عليهم متفحمين في الغابات، غابات إيفرو، وفي اليوم التالي تم إلقاء القبض على 25 شخص برضه أيضا بالقرب من هذا المكان، وتم اتهامهم من قبل بعض المواطنين أنهم يشعلون النيران. طبعا أشير إلى أن يعني المهاجرين يأتوا برا ويتخبوا في الغابات، ولكن كان في حرائق شديدة ولم يستطيعوا الفرار. من جانب آخر يعني الشرطة أيضا ألقت القبض على الكثير من المهربين المتاجرين بالبشر. في بيان للشرطة اليونانية تم القبض على 29 شخص من الفترة يعني 29 مهرب من 7 إلى 14 أغسطس. بالأمس فقط شيرين كان هناك إلقاء القبض على 5 مهربين، 3 يونانيين و2 أجانب، في 5 حالات مختلفة في منطقتي رودبي وإفروس اللي هي برضي أيضا في الشمال على الحدود مع تركيا. حالات كثيرة جدا بتحصل كل يوم، ولكن وكالة حماية الحدود الأوروبية فورنتكس ذكرت بأن الهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي سجلت زيادة ملحوظة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023. طيب نعم. عبد الستار، في نهاية هذه المداخلة نذهب إلى مستقبل العلاقات التركية اليونانية. كيف ربما اهتمت أو تعاملت الصحف اليونانية مع هذه العلاقات الثنائية، خاصة في ظل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية اليوناني إلى تركيا في سبتمبر القادم؟ نعم محمد، منذ أن تم الإعلان عن هذه الزيارة بالأمس، والصحف اليونانية جميعها وأيضا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تتحدث عن هذه الزيارة وعن العلاقات يعني التي تغيرت تماما بين اليونان وتركيا عن الفترة السابقة. إذن بعد الانتخابات الأخيرة اللي شهدتها اليونان وتركيا، وفوز كلا من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس مرة أخرى، وأيضا في تركيا فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، كان ولا بد من فتح صفحة جديدة في العلاقات يعني بين البلدين، تكون بعيدة عن الاستفزازات والتوترات التي كانت يعني في الفترة السابقة. وفي هذا السياق سيقوم وزير الخارجية اليوناني جورجيوس جيرابتريتس بزيارة رسمية إلى أنقرة يوم 5 سبتمبر، سوف يجري محادثات مع نظيره هناك، ويناقش الوزيران أيضا القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بالإضافة إلى التطورات الإقليمية، وأيضا التحضير للقاء المرتقب لرئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس مع الرئيس التركي رجب أردوغان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أشير محمد، في تصريح هام جاء به وزير خارجية اليونان ذكر أن إجدار تركيا يعني يجب أن تلبي معايير محددة ضمن ما نسميها الأجندة الإيجابية، وبالفعل هناك أجندة إيجابية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، وأشار إلى المناخ الإيجابي بين البلدين خاصة بعد اللقاء اللي جمع ميتسوتاكس وأردوغان على هامش اجتماعات الدول الأعضاء في حلف الناتو، وقال أن وفقا يعني لما تم التصريح به يعني لابد على الاستمرار في الحوار على 3 محاور: المحور الأول الحوار السياسي، والمحور الثاني إجراءات بناء الثقة، والمحور الثالث الأجندة الإيجابية. نعم أشكرك شكرا جزيلا زميلي عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات.